بالنسبه للتوين ديال المغرب الايامات اللي كانوا قبل ما سميتو قبل من كاس العالم قبل ما يتاهلوا كاس العالم ما كانش كيسول كاع حتى شي واحد في التوين ديال المغرب يقدر كيجيو يسولوا لك على الريال البارسا مانشستر ديال اسبانيا ديال البرتغال حتى من داز المنتخب لكاس العالم راه شويه راه الحمد لله بعد شويه التوين كيسولوا عليه ومن دازو في دور المجموعات دابا راه اللي قبل كبير وفاش خدامين الناس اتمنى بالنسبه للقرعه هنا في الميتاسيون راه الثمانات مزيانين وفي الاوريجينال الاوريجينال اصلا كاع ما كاين كاين الميتاسيون هو اللي خدام تقريبا 60 درهم 70 درهم 80 درهم حتى 100 درهم كاع الناس كيخدموا من الناس المعامله الناس في الدار البيضاء كامل في عين السباع حي الاسره الدكازا كامله هادشي فاش خدامين الناس كاملين دابا كاين تقريبا هنا 3000 محل و 4000 محل خدامين غير في التوني ديال المغرب هاد الايامات هو اللي خدام تما ديال الاخوه صافي راه سلعك المغرب ماشي راك عارف التوني في كاليتيات راك الا كانت كاين شي في نار التوني وطني مغربي غادي تيكون اقبال حيت المنتخب المغربي ملي تيكون غادي مزيان في التدهور تيكون اقبال على التوني المنتخب انا ما كرهناش المنتخب ديالنا يبقى غادي ديما في التدهورات ما كرهناش الكاس ديال الدول ان شاء الله بالنسبه للاقبال ديال التوني ديال المنتخب بحكم هذا الشيء اللي كيديروا المنتخب المغربي الفوز على ثلاثه الفرق بتسعه نقاط كتشوف كاع المغاربه فرحانين وباغيين يشريو التوني ديال المنتخب في المتناول 120 درهم 130 140 على حسب الكاليتي حنا بعد ما تكون عندنا كاليتي مليحه بعد المرات على حسب الخدمه اللي كاينه ديال التوني حنا تنخدموا على حسب الكاليتي